أتينا إلى بيت من بيوتات المدينة العريقة القديمة العجيبة، أحدثكم من بيت الشيخ مصطفى النعمان، 400 سنة وهم يؤذنون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرف ليس بعده شرف. هذه الأسرة المباركة الطيبة المباركة، يوم أن دعوني لم أجد بدا من أن أقول لهم سمعنا وأطعنا. نسعد بهم ونسعد بالشيخ محمود أبو وائل وبالدكتور محمد أديب وبمجموعة من وجهاء المدينة الأخيار الأبرار في هذه الأمسية الطيبة المباركة، وتحياتي لكل أحبابي وإخوتي ممن يشاهدون في إقرأ ومن محبي إقرأ هذه القناة الطيبة وهذا الشاب المبارك وفقه الله. نعم وائل ابن الشيخ محمود حفظ الله الجميع يا رب. الله يبارك فيك. أستأذنكم يا شيخنا في حديث أيضا مع الأستاذ محمد بن مصطفى النعمان ابن الرئيس مصطفى النعمان مؤذن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعدنا بكم أستاذ محمد، واليوم اقرأ أيضا تزوركم هنا في مجلس هذا الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم. كم نحن في هذا اليوم سعداء بتشريف فضيلة الشيخ عبد الله المصلحي، فجزى الله عنا ألف خير أنه بهذه الروح وبهذه الأريحية التي يقدر فيها ويثمن لأهل المدينة جميعهم قاطبة بهذه الكلمات العطرة الجميلة، فنشكره جزيل الشكر ولصحبه الكريم وفي مقدمتهم أستاذنا الفاضل الأستاذ محمود رفيق وسعادة الدكتور المستشار محمد أديب عبد السلام، وللابن الغالي الله يبارك الأستاذ فيك. وائل رفيق لهذه الجهود المباركة من خلال قناته في المدينة المنورة التي تبث كثير من البرامج الخاصة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبوجود اليوم شيخنا الفاضل الكريم في مجلس والدي رحمه الله، فأتانا العيد مبكرا. الله يبارك فيك. شكرا لكم، كل عام انتم بخير ان شاء الله تعالى.